مناطق الشرقية قضية واحدة، مناطق الشرقية منطقة واحدة، مناطق الشرقية ضيعة واحدة. مسلحي الجعجع على الشرقية أدت في خلال 48 ساعة وحسب إحصاءات أولية إلى مقتل 52 شخصا وجرح أكثر من 100. ما حدا يجرب يقرب على ضيعتنا. يا لبنان لا تهتم، عندك شعب بيشرب دم. يا لبنان لا تهتم، عندك وين بيشرب دم. مسلحين الكنائس وأماكن العبادة، فطولت قذائفهم الحرمات الدينية من دون وازع أو اعتبار، وعاثت في الكنائس والأديرة فسادا وخرابا، وكأن أماكن العبادة والإيمان أعداء لدودون. قذائف المسلحين التي أصابت الكنائس والأديرة أصابت كنيسة ماروكوس في الحازمية فخربتها وبعثرت محتوياتها. زرتوا الكنيسة وشفتوا شو في على باب الكنيسة مكتوب: يأتونكم بلباس الحملان أما داخلهم مملوء شرا وخطفا من ثمارهم تعرفونهم. ما تزوروا بس الكنيسة، زوروا الضيعة كلها سوا، زوروا سيئة المسك بيت وبيت، 90% مهدم. هذا هو أمن المجتمع المسيحي. فقد رتب ما يسمى جهاز الأمن في قيادة المسلحين عملية الاعتداء على البطريرك صفير في 5 من تشرين الثاني الماضي بواسطة المدعو فادي معلوف، وصورت المؤسسة. لا تهتم، عندك شعب بيشرب دم. يا لبنان لا تهتم، عندك وين بيشرب دم. عشرات ألوف المواطنين توجهوا امبارح على كل المعابر حول المنطقة الحرة. بعض التظاهرات التقت مع تظاهرات شعبية من المناطق التوائة للحرية الحقيقية، وتظاهرة شهدت حمام دم على أيدي المجرمين المتآمرين. بلشوا المظاهرة مصممين على فتح المعبر بإرادتهم. المجرمين بالجهة المقابلة واجهوا أضواء الشموع بلهيب الأزايف ونور المشاعل بنار الحقد والأيدي الممدودة بالسيف. وقعت المجزرة الرهيبة يلي زادت الناس تمسك بالحق وتعلق بالثورة. لعينا الكلاب على الطرقات، شو بدهم فينا؟ عم بيقتلونا اخواتنا المسيحية. يلي بقاضي قاضي منه مسيحية يا فلسطينية، فلوا عنا الكلاب. استمر مسلسل الاقتتال المسيحي عندما فتحت ميليشيا القوات اللبنانية النار على تظاهرة مؤيدة للعماد عون، فقتل ما لا يقل عن 25 شخصا. بدأ العبيد ما في أي شيء للصف. خليني أكون واضح جدا، كتير كون واضح. تعرفوا ما فيني أسمح لحالي أحكي أمور إذا ما بدي أتحمل مسؤوليتها. ما في شيء ولا ممكن. حالي مسؤول عن كل عسكري بالجيش اللبناني وعن كل ضابط بالجيش اللبناني. ومبارح بالليل استدعيت الأركان العسكرية بالقوات اللبنانية وعطيتهم الأوامر كاملة تيحضروا حالهم تيكونوا إلى جانب رفاقهم بالجيش اللبناني بالدفاع عن المنطقة الشرقية. إنه نحن لا عنا مؤامرة عليك، بدي حكي يكون واضح، عم بحكيه بشكل كثير واضح ومباشر. ما عنا أي نية بالتآمر عليك، تذكر؟ ما عنا أي نية عدائية تجيب. هالنهار وكان كان نهار كبير. أنا عارف إنه في قسم من الناس مبسوطين اليوم لأنهم بيعتبروا في مهزل كبير صار لسنتين عم تلعب بمصير الوطن انتهت اليوم، لأنهم بيعتبروا في قسم كبير صار لسنتين يخلق قلوب الناس انتهت اليوم. اللي بدي أقوله إنه المتظاهرين قاصدين الأنصولية الدنماركية ببيروت. الموضوع ما له علاقة، مثل ما البعض عم يجربوا يشيعوا، لا بمرمرون ولا بمرمتر.
هلا بين المتظاهرين يلي اكتريته الكبيره من جماعه 14 اذار ممكن يكون في 4-5-6-7% من الناس خليهم متعصبين. هلا بما يتعلق بالاعتداء على الكنائس غير صحيح، ما صار اعتداء على الكنائس. الدكتور سمير جعجع يربط بين الموافقة على مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي وتعهد التيار الوطني الحر تأمين موافقة حلفائه. نحن معه هالمشروع بس على شرط، مش على شرط، انه على اساس انه ممثل التيار الوطني الحر قال على انه بالمبدا حلفائه ماشيين بالموضوع. هل يحق لجعجع تضييع حقوق المسيحيين؟ اي حقوق المسيحيين اللي ضيعتها؟